ما لا راحت بدعوه خدها الاب، خدها ام الاب بقى. ام الام دايما بتبقى كانها مع الام، يعني خلينا نبقى واقعيين وما نجاملش، لكن خدتها ام الاب، فالام اتطلقت ترجع تاخدها تاني، ترجع تاخدها تاني، تسقط الحضانه من ام الاب. لان الاصل للام، ولولا العارض ده ان هي تزوجت ما كانتش خدتها. فان العارض ده اتشال خلاص، زال. الام رجعت اتطلقت من الراجل اللي اتجوزته، فترجع تاخد حضانتها تاني، حضانه ابنها او بنتها او اولادها ايا كان. فدي عوارض، العوارض دي تبقى موجوده لاي من النساء. يعني العارض ده موجود عند ام الام كمان. ازاي بقى؟ يعني ام الام لو تزوجت بغير محرم للصغير برضه تسقط عنها الحضانه. ام الام، ام الام حصل لها اي طب مشكله. طب وهنا فين الاستفاده؟ يعني هنا لو انا اسقطت الحضانه عن الام نفسها فهي ان كان شكل الحاله اللي هي ممكن يعني واجهتها تعرضت ليها يعني بشكل ما او باخر، يعني هنا برضه ما فيش استفاده على الاب، ما هي راحت لام الام مثلا. ما هو ده اصله، ده ترتيب. ما هو عشان يعني كده الرجاله نفسهم، ان هو مشاكل يعني، ما عشان كده الرجاله في القانون نفسهم ايه، والابن نفسه التربيه نفسها بتفرق. يعني اقصد ان هو كل شيء في الحياه، اكيد احنا مش عايزين نيجي على حد، بس اقصد ان هو ما فيش هنا حاجه شايف فيها وجه استفاده من وجهه نظري. يعني لا هو مسمى فقط لا غير. لا مش مسمى، هو فتره الاب استفاد. وعشان كده انا وجهه نظري في التعديل الجديد تبقى ايه، ان طالما احنا لسه في فترة ما قبل التمييز، تمام، اللي هو من اول ما يبقى طفل رضيع لغاية 7 سنين، تبقى الحضانة وجوبية مع ام، مع النساء ايا كانوا. بعد 7 سنين من حق الاب ياخد بقى الحضانة، يخير الصغير تقعد مع والدك ولا والدتك، القاضي يشوف مين اصلح ليه في الفترة دي. زي بقى بدل ما نسيب التخيير ده على 15 سنه نخليه على 7، نخليه على 9. بس سن صغير جدا، خلي بالك يا استاذ احمد برضه، يعني سن صغير جدا ولسه. لا هو لا 7 سنين يدرك، صغير. لا خليه خليه على 9. يعني خلينا في مرحله وسط. 9 سنين النهارده الشباب عنده 9، الولاده ايه اللي يتم هنا؟ يعني انت حضرتك من وجهه نظرك، يعني ده طبعا ده مش قائم في القانون دلوقتي، بس دي وجهه نظر. يمكن اقول لك ايه بعض المشاكل اللي حضرتك بتشوفها، هنستفاد ايه؟ بالظبط بالنسبه لنا ايه؟ واحد، الأم لازم تعمل حسابها إن مدة الحضانة دي 15 سنة طويلة قوي، وبعد 15 سنة بيبقى الولد خلاص بقى، يعني بقى كون فكر، كون كله، كون وخلاص، ووالدته دخلت في دماغه كل حاجة هي عايزاها تدخلها، إذا كانت ست كويسة أو وحشة مالناش فيه، تمام. أنا النهاردة لما الأم تبقى عارفة إنه الولد ده عند 7 سنين أو 8 سنين، ممكن يروح للاب ويعاملها الاب زي ما كانت بتعامله، ما هي الفكره. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في مش في الصغار، انت بتتكلم في مخوخ الكبار. ست تطلع عين جوزها في الرؤيه وي 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 وي. يبقى احنا هنرجع تاني هنلف برضو لنفس المنطقه اللي هي الاخرى بالنسبه لنا اللي هي الرؤيه. يبقى احنا مش بنتكلم على حضانه، لو بنتكلم على ان لا الطفل الاب مش جهتين. نفسه ياخد ابنه. ايوه بتكلم على الجهتين، يعني ايه؟ لو احنا ممكن عايزين علاج للموضوع ده، يبقى هنا من حق الطرفين ان هو يعيش او يمارس حياته مع الطفل عادي جدا، من الرؤيه، من ممكن لو عايز يقعد معاه يوم اتنين مثلا. ده هو ده، ما احنا هي دي الاشكاليه دلوقتي في الموضوع. بالظبط. لكن الموضوع مش مسمى ان الحضانه مع مين، اللي في الاخر بشوفه ان هو الاصلح. لا انت لو بصيت هو ده انا بحاول ابص عليه. لو بصيت يا احمد بيه على ترتيب الحاضنات، هتلاقي الاب، يعني انت عارف ترتيب الحاضنات ماشي ازاي؟ لا، الام ثم ام الام ثم لو في جده الام، جده الام مش جده الصغير، تمام، هي لغايه ان علت، ثم الخالة، ام الاب، ثم اخوات الصغير الشقيقات من النساء، ثم اخوات الصغير من الام، ثم اخوات الصغير من الاب، ثم بنات اخت الصغير من الأم، من الأشقاء، ثم من الأم، ثم من الأب، ثم عمات خالات الصغير. حلو قوي. شوف هنا، شوف هتوصل للأب ده مظبوط هيكون مات. لا هو طبعا ترتيب غير منطقي بالنسبة لي طبعا. بس احنا لو جينا نفكر بشكل آخر،
هتلاقي كل الترتيب ده قائم على دور الأمومة، دور السيدات. يعني احنا لو بنتكلم بوضوح، هو هنا القانون حدد ده في إطار ان هنا يكون في أنثى تتعامل مع الطفل او مع الصغير، لأنه الصغير محتاج ده بس بالزبط. بسن معين، مش لغاية 15 سنة. مش لغاية 15 سنة، لأ يا سيدي خلينا 7 سنين 8 سنين 9 سنين، مش أكتر من كده، لأن الصغير بجد محتاج راجل. يعني 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 الولد أو البنت محتاجة توجيه من أب، فأنت ليه بتحرمه من ده وتدي حق الصغير يروح يقعد عند والدته مين؟ يقعد يا جماعة نفكها شوية، ليه قافلينها؟ قافلينها. يعني بالنسبة لك إيه اللي ممكن يبقى حل وسطي في الجزئية؟ حل وسطي، الصغير دون سن التمييز قبل 7 سنين أو 8 أو 9 زي ما القانون هيطلع. تمام، هيحط ايه السن ده؟ هو الله اعلم، يمكن انا بقول لك زي ما يطلع يبقى زي لا يمكن هو ضرب عليه يعني 15 سنه. ما احنا بنقول راينا في او احلامنا للقانون الجديد يحصل فيه ايه. بس دي نسبه كام في الميه اللي بتطالب بالقصه دي؟ كتير. ايه خبر ابيض ده، كل الرجاله بس من السن صغير جدا، كل الرجاله عايزه السن صغير بالنسبه لده، ان هو يواجه المشاكل دي الاسريه ويواجه اللخبطه دي. الاب اللي مش قادر هيحصل له، الاب اللي مش قادر يا احمد بيه ما يطلبش الصغير ويسيبه مع والدته. لا احنا ممكن نشوفها في اطار تاني، اطار اللي هو فيه تحضر وفيه يعني يشكل عليه بشكل نفسي. خلينا على الصغير اللي هو المجتمع اللي هو النهارده ما بينظرش ليها نظره متحضره زي ما حضرتك بتقول بنسبه 100%. في ناس بتبص لها كده، وفي ناس بيبهدلوا بعض ويطحن الصغير عشان كل واحد يمشي اللي في دماغه، امهات وابهات. فدول يا عيني دول لازم مع بعض وفي الاخر كل ده يعني عند غير عادي. والله الصغير انت بنشوف كوارث عند غير عادي. احنا ما بنتكلمش عن الناس المحترمه السويه اللي دماغها كبيره واللي هو اختلف وطلق مراته، ايه المشكله؟ ما يطلق مراته، ايه اللي حصل؟ هي بتشوف الولاد ولما بيحب هو يسافر بيهم بياخدهم، يعني حاجه محترمه كده، ويطلعوا ولادهم كويسين اسوياء. بالظبط، ده المهم. انت بقى بتقطع تقطيع مدرسه وما يمنعها من السفر ويذلها في فلوس وهي تمنعه من الرؤيه، يعني فاهم؟ انتقام شخصي بيؤدي الى الصغير يطلع معقد نفسيا، مشوه في بعض الاشياء. فاذا الناس دي هتحل معاها ازاي؟ الناس دي ما تقدرش تحل معاها. هل هنا لازم تحط لها قانون يعني عليه. يمشوا عليه ويضغط عليهم. لكن النهارده اي 2 اصحاء ومتحضرين مش هيدخلوا المحكمه اصلا على فكره. هيخلصوا الموضوع بره المحكمه. مظبوط، يعني وفي حالات كتير بالطريقه دي وبنشوف يعني فاحنا شايفين انك انت دون سن التمييز قبل سن التمييز الام 100%. تمام، نوصل سن التمييز يبقى يخير الصغير، او الصغير ما عندوش قدره على التخيير. بس انا بعتقد الصغير هنا برضو يعني ادراك ان هو الصغير يعني ما عندوش قدره على التخيير، ما عندوش قدره. يبقى الاب في الاخر هي امه هو ابوه، فالاختيار هنا صعب. يقتسم الوقت. ما احنا ليه ندخل نفسنا في الصراعات دي واحنا ممكن يبقى الامور تمشي بشكل طبيعي؟ ازاي يعني اللي هو ايه القاعده القانونيه؟ قاعده اتخلقت القاعده القانونيه دي عشان اللي مش بيحافظ غصب عنه يحافظ. قاعدة آمرة مصحوبة بالجزاء، قاعدة قانونية. هل هنا في مثلا كل يعني هقول من ضمن النفقات مثلا، هل هنا في نفقة بتقف يعني لنفقة أخرى؟ يعني مثلا إيه لو هنا الراجل مثلا ما دفعش النفقات اللي هي خاصة بالصغير، أوكي، فهل هنا ممكن يقف له بعد كده حاجة تانية؟ يعني مثلا تقفلوا الحضانه، تقفلوا الرؤيه، تقفلوا، ولا هي كل واحده منفصله لحدها؟ انا ضد دي. هو ده مش 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 قران القانون، ممكن يتعدل وممكن يبقى فيه اللي حضرتك بيه، بس انا ضده. ليه؟ لان انا رؤيه الصغير لابوه ده حق للصغير قبل ما يكون حق للاب. حلو جدا، بس الصغير حق على ابوه ان هو يبقى برضه حلو. يعني ما يحرموش. هقول لك حل ليها اجمل، هقول لك